الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المكرم المدير المدرسة معلمين المقاول زملاء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد يسعدني أن أقدم لكم كلمة الصباح لهذا اليوم وهي بعنوان الأسرة والمجتمع الأسرة هي اللجنة الأولى للمجتمع والمكون الرئيسي له والأسرة في الإسلام هي العائلة التي تتكون من الروابط الزوجية والله تعالى كرمها لتكون اللجنة الصالحة في المجتمع رحمة الله تحتاج الأسرة إلى الكثير من العناية والرعاية لأن المجتمع يعتمد علينا وأفرادها يجب أن تتم تربيتهم بطريقة جيدة وتعليمهم الأدب والعلوم وتثقيفهم فدور الأسرة يكون من جميع الجهات التربوية والاجتماعية والاقتصادية